بون صباح مرحبا. الحمد لله كانت اليوم البال منف كان لي جوار يعطيكم الصحه اخوتي يعطيهم الصحه لي جوار كامل داروا كرون ماتش. هذا هما لي ماتش اللي يسحقوا فيهم جوار كيما هادو اللي عندهم امكانيات كبيره. غير بصاريف الشامبيونا كانت شويه صعيبه علينا مع كوب دافريك مع الاخر. هذه هي هذو لي ماتش حنا ان شاء الله نردوا بهم البيبليك تاعنا معنا ان شاء الله يولي معنا. مازالت لنا كوب داجيريا مازلنا اوبجيكتيف كبير. الصيف دائما تلعب على ليتيت وحنا ما علينا الا نلعبوا على ليتيت. مولوديه فريق لاباس به فريق كبير ثاني في الجزائر. كنا قادرين اليوم تربحوا عليه 2-0. نتمنى لهم حد موفق ان شاء الله في لي بروشان جورني. وحنا نقول لصحابي كاع يعطيهم الصحه، ستاف الشعب تاعنا يعطيهم الصحه. هنا دوم الفوز هذا ليهم ان شاء الله.